في زيادة معاشات؟ أيوة في زيادة معاشات. في زيادة في الحد الأدنى للمعاش؟ أيوة في زيادة في الحد الأدنى للمعاش. في زيادة في الحد الأقصى للمعاش؟ برضو أيوة في زيادة في الحد الأقصى للمعاش، إلا أنه الموضوع برضو ليه تفاصيله، وتفاصيله لازم نفهمها. وكيفما تعلمنا في مهنتنا الرائعة والجميلة أنه علشان نقدر نفهم نروح فين؟ أيوة التخصص. خلونا نستقبل معانا على التليفون سيادة اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. أهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، مساء الخير. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ كل سنة وحضرتك طيب. والله سبقتني. طيب وحضرتك طيب. يا رب سنة جديدة سعيدة على مصر، ويحمينا من الأخطار اللي حوالينا. آمين آمين آمين. على ما يبدو أن هناك أخبار جيدة في ظل ما يحدث في العالم. أيوه فندم، هو الحقيقة زي ما كنت موجود مع حضرتك قبل كده. أيوة. وكنا بنتكلم ان احنا عندنا مشكلة تدني قيم المعاشات. صح. سبب التدني ده، السبب الاساسي لتدني قيم المعاشات، هي ضعف المرتبات اللي بيتم التأمين عليها. فممكن تلاقي واحد بيشتغل بمبلغ ويروح للتأمينات يقول لا انا بشتغل بمبلغ صغير. كان القانون يسمح ساعتها بلغاية 150 جنيه. يعني ممكن حضرتك بروجرامر بتاع كمبيوتر او دكتور او كذا، وبياخد مثلا 3-4000 جنيه ويروح للتأمينات يقول انا مأمن على نفسي، او صاحب العمل يأمن عليه ب 150 جنيه بس. فلعلاج هذه المشكلة تم وضع من ضمن محاور اصلاح نظام التأمينات ان احنا نحط حد ادنى للمرتب اللي يسمح بالتأمين عليه. فبدأنا المنظومة دي من 1/1/2020، وبنحرك في أول يناير من كل سنة الحدود دي علشان ما يبقاش حطينا رقم وننساه ونيجي بعد 10 سنين نقول إيه ده الرقم ده بسيط قوي. أيوه. عملنا له آلية لزيادته سنوية. حلو. فالحمد لله كنا بديين ب 1000 جنيه السنه اللي فاتت 23، السنه اللي احنا فيها دي يعني في اول يناير كنا واصلين ل 1700 جنيه حد ادنى، وحد اقصى حوالي 10900 جنيه. دي المبالغ اللي الموظف او العامل بيتامن عليه في حدود في الرينج ده من 1700 ل 10900. في يناير اللي جاي ده ان شاء الله نبدا نحرك الحدود دي زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنحركها في شهر يناير من كل عام. كويس. هنرفع ال 1700 دي هتبقى 2000. حلو. وهنرفع ال 10900 دي هتبقى 12600. حلو. فهيبقى الحد الادنى كده، هيبقى الحد الادنى للراتب او للاشتراك 2000. كده هيبقى الحد الادنى للاشتراك او للراتب يعني ال 2000. ال 2000. حلو.